السلام عليكم، مرحبا بكم في روضة الأطفال بورغشتايك من مدينة إسن. اليوم باش نتعرفوا على طريقة القيام بالتحليل متاع الكورونا، التحليل الفردي ما يسمى في ألمانيا بالسيلفس تيست. وكاميليا باش تعطيني المراحل اللي باش نعملوها للقيام بالتيست هذايا باللغة العربية للأولياء اللي ناطقين باللغة العربية في روضة الأطفال نتاعنا. أول حاجة كاميليا قول على السلامة. شنو لازم نعمل أول حاجة كاميليا؟ نغسلوا يدينا. وبعد؟ نغسلوا الطاولة. دونك توا قوموا نغسلوا يدينا. الحاجة الثانية اللي لازمنا نعملوها هي نظف الطاولة. هذه تنشفوا بها، وهذا السطل اللي فيه منديلة مركوبات. هز المنديلة بابا. والتست. عفوا. توا تنجم تنشفو. نعمك شوية. أحسن. تفضل. يلا بنتي. طبعا باش تفهمني كيفاش نعملوا التيست نتاعنا والمراحل اللي باش نعملوها مع بعض. تفضل. شنو فيه الباكو كاميليا؟ شنو فيه؟ باكو. اي. في التيست نتاعنا اللي باش نستعملوه باش نحطو فيه القطرات نتاع المحلول، شنو آخر؟ العلبة هذي شنو فيها؟ نجي نحطو فيها عود القطن، البطن نتاعنا اللي هو عود القطن هذا اللي نستعملوه باش نحطوه في الأنف، في الخشب. صح. وإذا شو سيحكوا في المزحن كله؟ صح. الكيس هذايا بعد ما نستعملوا الأشياء هذي من الكل حطوها. كيس هذا حكوا في المزحن كل كيس. صح. أحسن. وإذا حكوا في البابيا كي إحنا. وإذا حكوا في البابيا هذي. كاميليا قداش لازمني نعمل من ثانية هذا في حجمه 15 سكون 15 ثانية. انت تو باش تحسب لي. اوكي يلا. ايش باي كاي فيا 5 6 7 8 10 und bis 15. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. أحسن. دور مرة ثانية. تعال تحسب حتى 15 حتى 15 مرة أخرى. أوكي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Und stopp. Und kann man das Massage mit Fällen tun. Bandi? Schon hallo, noch ein Baby. Hat du Feher? Hat du Kotten? Wann schon haben wir? نحركوا عود القطن بتاعنا مش السائل اللي موجود في العلبة هذه قالي لك شموها يوصل لي اللعاب بتعمل فيه خشب صحيح بقى نحركوها شو نعمل؟ نقسموها لك شموها نسكروا سكروها يعني بعد حركوها بعد حلوها افتحوها من فوق باكلي هكو فيها كوبفن فيها تخوفن اربع قطرات احسنت مش تحسب لي انت تو اي هني فيها كوبفن فيها تخوفن صح بعد أربع قطرات 15 15 دقيقة وبعد 15 دقيقة تكون عنا النتيجة إن شاء الله أمين طيب نجمو نبدأ نلمو الحاجات متاعنا اللي استعملناها ونحطوهم في الكيس المخصص للحاجات كمية توا 15 دقيقة مرو الساعة الرملية متاعنا فات كملت الهومة متاعها وشوفوا مع بعضنا النتيجة متاع التحليل اللي هي نتيجة سلبية الحمد لله فماش كورونا فماش فيروس وكملنا المراحل متاع التست متاع التحليل الفردي بنجاح وفرحانين برشا اللي نجموا نواصلوا الحياة اليومية بتاعنا بصفة عادية هذه كانت المراحل الكل وإن شاء الله تكون العملية اللي كنتم زادة سهلة بنفس الطريقة شكراً